فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التذكير بأذكار المساء وأذكار السفر، فنقول فيقول الشخص لصحبه: لا تنسوا أذكار المساء، قولوا دعاء السفر؟ طيب، هذا طيب، يعلمهم وينبههم، هذا شيء طيب. نعم. يقول حفظك الله: هناك من يقول بأن هذا الأمر لم يرد عن السلف وأنه ليس بمشروع، فهل قوله صحيح؟ يقول: هناك من يقول بأن هذا لم يرد عن السلف التذكير بذلك، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. ورد عن الرسول، ورد في القرآن تعليم الجاهل، تذكير الغافل، هذا وارد يا أخي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.